كان طارق حامد مش قادر. ادي السولية هدف حلو قوي قوي قوي. ده بيعمل سرور الراجل وهو ورا الديفندر. اه انت عارف لو لعيب اسود مش هيعملها بالحلاوه دي. اللعيب ده الجول ده لو حد شافه لازم ياخد يتاخد. لو لعيب ده جول اوف زير يعني ده في اي حته في العالم يبقى جول السنه. لا الاسيست الجول كله على بعض. لو جول حلو برضه الجول كله الراجل عامل كاتنج فيها صعوبه على محمد شريف. لا اه طبعا يسبق وفي ثانيه يلعب بس هو عشان هداف لعبها بشماله وعايز يلعبها. خلي بالك عايز يلعبها عكس ابو جبل. أيوه. مش بزاوية ابو جبل عشان احنا لو في تقسيمه مش هيجي جون زي ده. والله لو بلعب تقسيمه واعمل كره زي دي مسموح لي. انما في ماتش زي ده ويتعمل الكره دي وتتنفذ وتيجي جول يعني جول التاريخ. لو معانا الجول الثالث ممكن ناخد الكل الجول الثالث. بس هو فايق النهارده السولية. هو بالظبط بالظبط النهارده فايق يعني فايق وموفق والكره ماشيه بالظبط. خد بالك انت لما تكون فايق بتعمل اي حاجه بتمشي. بقول لك الكره دي ما شفناهاش خدت بالك غير في انجلترا ولا حاجه اهي. انما تيجي وتيجي جول شفناها في انجلترا يعني. خلي بالك احنا مش عايزين ننسى توفيق كبير الحمد لله يعني. طبعا محمد شريف في الهدف الاول زي ما الكابتن علاء قال بيعمل 1 2 بياخد المدافعين. الهدف الثاني ركله الجزاء بتاعت علي معلول هو صاحب الاسيست ان يباصيها في ظهر حمزه المسلوسي ويروح في المساحه دي. بص يا كابتن اسامه انا ليا